بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اليوم جئتكم بدرس من دروس لغة SQL Server. في هذا الدرس سأقوم بعمل جوانتير، وهذا الدرس يجد فيه العديد من الطلبة المشاكل. سأحاول أن أشرحه بالتفصيل إن شاء الله. هنا قمت بعمل إكزامبل سهل، وهو عمل كرياسيون للداتابيس سميتها لبي مثلا الدول. هنا قمت بإنشاء جداول، سأقوم بإنشاء جداول جدولين، جدول خاص بالبي بي هو عبارة عن الدول. نلاحظ بأن لكل دولة مجموعة من الفيل من المدن، لكن لكل مدينة لا توجد مجموعة من الدول، فقط هناك كورلاسيون بين الدولة والمدينة عن طريق أن كل دولة لديها العديد من المدن بهذه الطريقة. هنا لكتابة هذا الشيء فقط هنا كتبت عبارة عن ID الخاص بالبي، وهي عبارة يكون في بريمير، أي أن كل بي لديها ID خاص بها واسم خاص بها. وهنا عبارة عن تيبل وعبارة عن فيل، أي مجموعة المدينة المدن التي توجد في كل بي، تكون دائما لديها الفيل الخاصة بها ايدونتيك، عبارة عن بريميري كي ثم اسم الفيل ثم نمبر دابيتون هابيتون في أي عدد أو النسمة، عدد الأشخاص الذين يقطنون مثلا في ذلك الفيل. بهذه الطريقة الآن إذا أردنا الربط بين هذا الجدول وهذا الجدول، كما قلنا سأقوم بعمل فورين كي. هنا فورين كي يعود على هذا الID أو هذا البي، كما قلنا بأن بي واحدة يوجد فيها العديد من المدن، أي أقوم بعمل كتابة هنا فورين كي، عبارة عن سأقوم بكتابة دائما كما قلنا بكتابة دائما نفس البريميري كي هنا بهذه الطريقة، وأكتب نفس التيب الخاص به int، ثم سأقوم بكتابة بهذا الشكل فورين كي، هو عبارة عن فورين كي، هذا الID بهذه الطريقة سأكتبه عبارة عن فورين كي لمن، سأقوم بإضافة هنا فيرجيل فورين كي، وأقول يعمل ريفيرنسز لماذا؟ ريفيرنسز لماذا؟ للتيبل، لهذا التيبل الذي اسمه بي، لماذا يعمل له ريفيرنس؟ بي الID بي. بهذه الطريقة. هنا كما قلنا هذا الكلي اترونجي أسميه دائما بنفس كطريقة تنظيمية فقط. سأقوم بإنشاء هذا الجدول، بإنشاء أولا داتابيز لا توجد قاعدة بيانات اسمها، سأقوم بعمل create database بهذه الطريقة، ثم سأقوم بإنشاء داخلها هذا الجدول، عفوا ليس هذا الجدول لأننا لم نقم باختيار هذا البي، لذلك أقوم بعمل ريفريش. هنا نجد بأن البي هنا، ثم أقوم بعمل يوز بي لبي بهذه الطريقة، وأقوم بعمل يوز هذه الطريقة، أقوم بعمل اكزيكيوت. هنا نلاحظ بأنها اختارت. الآن سيتم إضافة الجدول إلى هذه الداتابيز، هذا الجدول ثم هذا الجدول الآخر الخاص بالفيل. نلاحظ نوع العلاقة كما قلنا عن طريق السيستم، أو عفوا سأدخل إلى الداتابيز، أين ليس لبي هذه، ثم أقوم بعمل ريفريش، ثم أقوم بإنشاء جداول لنرى ماذا في هذه الجداول، أو العلاقة الرابطة بين هذه الدياجرام بهذه الجداول، فأقوم بعمل على هذه الطريقة. لاحظ بأن هناك علاقة بين هذا الجدول والفيل، أي أن كل بي تحتوي على مجموعة من الفيل.
سأقوم بعمل انسيرت لبعض البي وبعض الفيل وبعض المدن. هنا قمت بعمل بعض المدن في هذا، سأقوم بعمل سيليكت ثم كوبي ثم كولي. هنا الطريقة ليست اخترت المغرب وبعض المدن وبعض الدول، هذه ليست طريقة عنصرية، اعذروني فقط هذا اختيار لأنني أعرف بعض المدن. هنا سأقوم بعمل انسيرت في هذا بالطريقة التي تعلمناها على طريقة الانسيرت. سأقوم بانسيرت ماروك، هذا الماروك، بإنشاء هذا الفيل الأول أو البي الأول ماروك، وأقوم بإنشاء ألجيري، ثم أقوم بإنشاء دولة فرنسا ثم إيجيبت. بهذه الطريقة أقوم بإنشاء هكذا، ثم أقوم بإنشاء الدولة الأخرى التي تحتوي على البريميري كي، أي الكي رقم 2، ثم على الدولة الثالثة الكي رقم 3، ثم الرابعة هكذا. سنستظهر أو نستحضر الجدول الموجود بالفيل سيلكت، بعمل سيلكت all from بي بهذه الطريقة. سأقوم باستظهار جدول، نلاحظ بأن هذا الجدول يحتوي على الاي دي بي ثم اسم. الآن سأقوم بملء المدن. هذه المدينة نلاحظ بأن عند ملء المدن، مثلا هذه المدينة خاصة بالمغرب، أن هذا الكلي اترونجي له نفس الكلي اترونجي الخاص به، أي قمنا في الكلي اترونجي في الحقل الرقم 4، أي في الحاقة الرقم 4 له نفس الكلي اترونجي، ولديه هذا الكلي بريمير في هذا الفيل واسم الفيل هكذا. كورنت فاليو دانت ماش تيبل ديفينيشن، عفوا ليس في هذا تيبل بي، عفوا، لكن هنا في هذا التيبل فيل. سأقوم بعمل انسيرت في تيبل فيل، هذا فقط اكزامبل سامبل سهل. أقوم بتغيير هنا في الفيل، أقوم بعمل انسيرت في المدن، هنا انسيرت في المدن هذه الطريقة. بهذه الطريقة هنا نقول مثلا في هنا نقول بأن هذه المدينة التي تحتوي على الرقم 1، الكليب بريمير الخاص بها هو رقم 1 من المغرب، أي لها نفس الكليب بريمير الموجود في البي. أيضا هذه المدينة وهذه المدينة. ثم سأقوم مثلا في الألجيري، هناك ثلاث مدن أيضا، قمت بإضافة ثلاث مدن، ألجير، النبا، وهران، لديها نفس الكليب بريمير، هو نفس الكليب إترونجي الموجود في الفيل. بنفس الطريقة في فرنسا وبنفس الطريقة في إيجيبت. هنا نلاحظ بأن هذه الفيل لدي كليب بريمير 1 2، أي أن هذه الفيل تحتوي على 12 فيل. سأقوم بعمل انسيرت ثم انسيرت هذا الفيل، انسيرت الفيل الثالث ثم العناصر كلها، ثم سأقوم بعمل انسيرت ايضا لهذه العناصر، فيل خاص بفرنسا، فيل خاص ب هكذا. هنا نلاحظ اذا عملت سيلكت all from فيل، نلاحظ بانه يحتوي على 12 فيل.
وكل فيل لديه ريفيرنس خاص به. مثلا هذه عبارة عن فيل خاصة بمدينة المغرب، بدولة المغرب هنا الجزائر إلى آخره. هنا سنستحضر الجداول معا. نلاحظ بأن الجدول الأول هذا بأن هذه البي تحتوي، هذه البي تحتوي على ثلاث مدن، المدن مرقمة من واحد إلى ثلاثة إلى آخره. أنا فقط وضعت ثلاث مدن. هنا يأتي مفهوم الجوانتيغ. الجوانتيغ ماذا نسميها؟ هو طريقة لعمل انترسيكسيون بين جدول وجدول آخر. أي مثلا إذا قلت له باستحضار جميع المدن أو جميع اسم الدولة واسم الفيل ونمبر دابيتون لكل دولة، فقط أقوم بعمل هنا بعمل select، أقول جلب هذا الكولوم الخاص بالنوم بي، أكتب دائما بهذه الطريقة، وأقوم ب جدول بي. هنا سأقوم بعمل alias أسمي بهذه الطريقة بي، وثم أقوم باستدعاء عن طريق بي. هذه الطريقة تسمى alias، أي سأسمي هذا التيبل بعوض أكتب بي كلها، أكتب بي وأقوم باستظهار هنا ب بي بوان، عمل بي بوان، وأقوم باستدعاء فقط مثلا أيضا الأي دي الخاص بالبي، وأقوم باستدعاء أيضا بي بوان نون دو بي، ثم أقوم باستدعاء أيضا مثلا نون دو فيل. لكن من أي مكان سأستدعيها؟ سأستدعيها من أقوم بإضافة جدول آخر عن طريق الفيرجيل، ثم الجدول الثاني والفيل، سأسميها مثلا في، ثم أستحضر في بوان. هذه الطريقة ليس الاي دي بل نو دو فيل، ثم فيرجيل في بوان، سأستحضر نمبر دابيت بهذه الطريقة. هنا سيقوم بعمل سيلكس، لكنه سيقول بأن هناك بعض الأخطاء، هناك لن يظهر لي عمل انترسيكسيون، لكن لا جدوى من عمل أن لا يعرف باروك ماروك، أي أن الأمور هنا مش غير فعالة. لذلك أقوم بعمل سيلكت، عفوا سأقوم بعمل سيلكت لأظهر الجداول معا. سأقوم بعمل عفوا كلا هنا، سأقوم بعمل بربط هذا الكليب بريمير الخاص بالبي بالكليب بريمير بالكلي اترونجي الخاص بالفيل، الذي هو عبارة عن كلي بنفس الكلي. في هذه الطريقة أقوم فقط select all where اسم التيبل الذي سميته بي بطريقة الالياس point حيث بي point point IDP يساوي عفوا هنا نكتب where يساوي v.idpi، أي نفس الكلي بريمير الذي يوجد هنا سميناه في الكلي اترونجي سميناه في الاي دي بي، كما في سميته في الاي دي بي، أي يكون متساوون. الآن سأقوم بعمل هذا السيلكت، نلاحظ بأنه تم جلب أن هذا الماروك ماروك 1 ماروك 2 يحتوي على ثلاث مدن، أيضا الجزائر ايدي الخاص بالبي، ثم اسم البي، ثم الدول او المدن التي توجد بها الى اخره. هكذا تتم عن طريق عملية السيلكس بهذه الطريقة، هذه تسمى بطريقة الانترسيكسيون. الانترسيكسيون كما قلنا هي تقاطع المجموعات، هناك طبر يحتوي على المدن وطبر يحتوي على الدول، تقاطع المجموعات. في هذا الاكزامبل هنا وضحت بعض امور، هنا عباره عن انترسيكسيون، هناك جدول وهناك جدول اخر.
الانترسيكسيون ما بين هذا الجدول A والجدول B هو هذا المجال. الطريقة التي أوضحتها هنا هي طريقة سهلة بالنسبة لجدولين. هناك طريقة أخرى عن طريقة الانر جوينت. أقوم فقط بكتابة select، أقوم بعمل سيليكسيون لنفس الكولون مثلا، وأقول هنا ليس from pay، أقول from pay pay، ثم أقوم بعمل inner joint، أي أقوم بعمل intersection مع الجدول الآخر الذي سميته الفيل في بهذه الطريقة، وأكتب on ولا أكتب where، أكتب on وأقوم بعمل الكونديسيون الخاص بي on pay dot id pay. inner inner joint هذه الطريقة idp p point idp equal v point idp. بهذه الطريقة سنلاحظ بأن ستظهر لنا نفس النتيجة. هذه الطريقة أظهرت لنا نفس النتيجة. أي هناك طريقتين لعمل intersection، هي الطريقة الأولى وطريقة عن طريقة الانر جوينت، أو عن طريقة فقط ليست كتابة الانر جوينت أو كتابة الجوينت نفس الشيء. أنا أفضل الانر جوينت، أي تعني انترسيكسيون. هنا يكون الدرس قد انتهى حول الانترسيكسيون، حول كيفية عمل الانر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.